بيكم في حلقه جديده من عمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه جدا، هعمل معاكم قرنبيط النهارده بكذا طريقه هيعجبوكم جدا. اول واحد مع الافوكادو، وبعدين هنعمله بصوص لذيذ جدا. تعالوا نشوف ايه هي مقادير اول وصفه معايا. عندي القرنبيط بطريقه لذيذه. اول حاجه قرنبيط، وردات القرنبيط معانا، عندنا كمان الدقيق، البيض، الملح، بابريكا، توم، بودره الكاري، وعندي كمان افوكادو، عندي البقدونس، فلفل حراق، ليمون، فجل، والساور كريم او الجبنه الحمضيه، وعندي كمان عيش التورتيلا. تعالوا نشوف، واللبن. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها ايه هي. هجيب هنا كده دقيق كده، بيضتين، عندي كل الايه التتبيلات بقى اللي قلنا عليها، مع الملح، ونقلب ونحط. يلا بينا كده، وبعدين هجيب القرنبيط بتاعي وايه هحطه في الخليط اللذيذ ده. ويتقلب اهم حاجة كويس جدا جدا جدا. نتأكد انه ايه كله. طبعا انا كده وديت القرنبيط في حتة تانية خالص، بطعم تاني، بنكهات مختلفة. القرنبيط من الحاجات المفيدة قوي 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 اللي عايزاكوا تاكلوها على طول، لان هي فعلا حلوة، وانا عاملها لكم اهو بطريقة جديدة ومختلفة. اهو لسه عايز يسخن كمان. وايه اهم حاجة، اتأكد ان الخليط ده دخل في الايه كل حتة في القرنبيط علشان يعمل لي الايه العجينه المظبوطه. اهو حلو قوي. يا سلام يا سلام على جمال القرنبيط، جميل قوي. بس كده حلو قوي. يلا بينا. اهو نحط الساور كريم او الجبنه الحمضيه كده. وخلي بالكم هو مش بياخد وقت كبير خالص. وبعدين تعالوا نجيب قرب. الفجل كده طعم، لون، مش عايزه احكي لكم الجمال في الايه في الاكله. نحط كده، بعدين نحط الايه
الأفوكادو بتاعنا. يلا شوفوا بقى جمال اللون، جمال التحميرة، ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين ان هو يغمق، اهم حاجة نتأكد ان وردتنا تكون لونها ذهبي وجميلة، ما تكونش غامقة علشان الطعم وايه والنكهة والكريسبي، مش انه يكون حاجة محروقة. بص بقى الجمال والحلاوة اهو. يا سلام يا سلام، وردتنا الحلوة. ونقفل على ايه؟ على النار زي ما احنا شايفين كده. اهو. وايه هنجيب الأرنبيط بتاعنا وهنحطه بالشكل ده. تعالوا زي ما احنا شايفين نفس الكلام هنا، تكون حلوة جدا 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 اهو. تعالوا نعمل ايه كل الأرنبيط بتاعنا. نطلع الفاصل، هكون عملت لكم الساندوتشز اللذيذة مع الفجل والأفوكادو والايه الساور كريم كمان اهو، ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف معانا الأرنبيط قد ايه جميل، عاملينه مع بعض مع الأفوكادو والفجل، وحطيت لكم الفلفل المشطشط بره علشان اللي يحب ياخد وايه يقرمش. تعالوا بقى نشوف دلوقتي مع بعض. هعمل معاكم أرنبيط بس بالصوص. بصوا اهو الأرنبيط احنا قليينه، عندي فلفل الوان، فلفل اخضر، بصل ابيض، ذره، كاتشب، صويا صوص، عندي كمان سكر وخل وثوم وبصل اخضر، سويت تشيلي، والفلفل الحار مع البقدونس او الكزبره بيدي طعم جميل جدا. اول حاجه عايزه اعملها، تعالوا نشوف، هحط شويه من الزيت، هنجيب الثوم واستنى يكون سخن، ده اهم حاجه. الصوص ده من احلى الصوصات اللي ممكن نعملها، دايما اعملوا حاجات جديده لذيذه، نوعوا في الاكل، هتتبسطوا قوي وهيعجبكم جدا. هحط معاه البصل الاخضر، وايه نستنى. اول ما الاقيه بيعمل الايه الصوت على طول اكون جاهزه. الوصفة دي ممكن احتاج لنشا معاهم علشان لو لقيته سايب مش ماسك بالطريقة اللي انا عايزاها، قوام بتاعه مش القوام اللي انا عايزاه، هزود شوية نشا متدوبين في مية. لو لقيت القوام بتاعه حلو خلاص مش هزود حاجة. اهو اول ما يبدأ كده يسخن وياخد لون حلو هجيب الكاتشب هنزل بيه. مع الصويا صوص، ودايما واحنا بنعمل سويت اند ساور نجيب الصويا صوص الفاتح مش الغامق. اهو هجيب بقى السكر رشة السكر دي مهمة جدا، نحط شوية من الخل كده، وايه السويت تشيلي
الله الله الله، مش عايزه احكي لكم جمال الوصفه والطعم الحلو. اهو رشه من الملح تدي طعم تاني خالص. وبعدين عندي بقى هنا الايه الخضره والفلفل الحراق السبايسي، اللي بيحب السبايسي يضيفه، اللي مش عايز حاجه تكون سبايسي ما يحطوش، بس هي بتدي كده شطشطه لذيذه خفيفه مش جامده. هحط هنا كده شويه من البقدونس او الكزبره اللي موجود عندكم، هزود سنه ميه بسيطه واسيبه ياخد بس غلوه حلوه. اهو نقلب حلو وابدا ان انا احط الفلفل البصل فلفل الالوان زي ما احنا شايفين كده. هجيب هنا طبق التقديم بتاعي هحط فيه القرنبيط اهو، وهجيب الذرة وايه نقلب تقليبة حلوة. يا سلام يا سلام، صوص جميل جدا جدا جدا. تعال نشوف اول ما نحطه اهو، يلا بينا نحطه على القرنبيط. احنا كده نقلنا القرنبيط في حتة تانية خالص. في ناس هتقول ايه ده، معقول ايه ده، بجد جربوه بعدين قولولي طلع عامل ايه. اهو محبي القرنبيط دي طريقة جديدة ومختلفة، واللي مش بياكل القرنبيط هتاكلوه بالطعم الجديد المختلف، مودرن لذيذ جدا ونكهاته كلها نكهات حلوة. عملنا مع بعض النهاردة وصفتين بالأرنبيط، كان هو سوبر ستار بتاعنا، عملناه مع الأفوكادو بالعيش التورتيلا، ممكن أعمله في عيش شامي، ممكن بدل الساور كريم أحط جبنة بيضة ملح خفيف. أتمنى أن أنتوا تجربوه وتقولولي طلع طعمه عامل إزاي. وكمان عملنا مع بعض الأرنبيط بطريقة تانية مع السويت اند ساور بالخضار مختلف، أتمنى أن أنتوا تجربوه برضو. تبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستغرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.